كل من شاهد اللقاء ظن بأن يونس وبوغش لا يتقدمان في السن، بل العكس يصغران أكثر. اتحاد الحراش وبطريقة لعبه المعهودة الشهيرة حاول امتلاك الكرة وصنع الفرص، بينما اكتفى فريق موديت بجاية بالبلوك الدفاعي واللعب على الهجمات العكسية. في الدقيقة 23 التيكي تاكا الحرشية كانت حاضرة وكالعادة بقيادة ايتو عمار يوزع ليونس وبدوره عمر البوغش الذي يسدد ولكن بعيدا عن المرمى. يونس مرة أخرى يمرر لبوغش الذي انفرد بالحارس رحماني، غير أن الوضعية الصعبة فوتت عليه افتتاح باب التسجيل. وتموقع زملاء المدافع الصلب معمر يوسف في الدفاع صعب الأمور كثيرا على مزيان وزملائه في هذه المرحلة الأولى. لكن في الوقت بدل الضائع الحظ عاند الاتحاد بعد هذه المحاولة الجميلة والمثالية من بوغش. ايتو عمر والخذار يسرق الكرة من يونس ويحرمه من هدف قاتل، والتعادل السلبي كان نتيجة الشوط الأول. بعد الاستراحة شارف ضبط الأمور وعاد زملاء يونس أكثر تركيزا وهدوءا، ومزيان العائد من تربص المنتخب الأولمبي متأخرا رفقة الحارس شعال الذي لم يشارك افتقد فعاليته أمام براعة رحماني في الدقيقة 51، والانفراد سبقه تمريرة رائعة من المايسترو ايتو عمر. الضغط يتواصل، بن علجية في الدقيقة 52 يسترجع كرة يمررها بذكاء ليونس الذي اخترق وسط دفاع الموب وسجل أول أهداف المباراة محررا أنصار الصفراء. وغياب حمزاوي أثر كثيرا على هجوم المولودية البجوية رغم محاولات القائد زرداب وندوي. زيان غادر أرضية الملعب، وبعد وجه طيب لهذا اللاعب الواعد بديله كان ابن المدرسة الحراشية واحتفظوا بهذا الاسم جيدا حطابي الذي واصل الضغط على دفاع المولودية واللاعب بدون كرة. ردوة البجوية كان خطيرا في الدقيقة 80، ورأسية الخداري كاد يعدل بها النتيجة لولا تألق زغبة والعارضة التي ردتها. والاتحاد حس بالخطر فرد ايتو عمر بهذه الطريقة. هدف ثاني عالمي والاتحاد يفوز ويقترب من المتصدر أكثر، بينما المولودية البجوي عادت إلى البيت خائبة، والحكم بوخالفة رفقة مساعديه كان موفقا جدا في هذه المباراة التي كانت نظيفة وفي روح رياضية عالية.